معدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتك في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. من الصعب جدا على أي إنسان أنه يتخذ قرار الذهاب إلى طبيب أسنان، بس المحرك الأساسي اللي يخلي أي حد يروح في أي وقت لدكتور سنان غصب عن عينه، أو كما يقولون يعني مضطر أخاك لبطل، هو الألم. الألم هو الحافز الأول والمحرك الأول الذي يحرك أي كسول أو متواني أو متجاهل لمشاكل أسنان. وربما أيضا يكون الألم هو الباب الذي يطل من خلاله كل مشاكل الأسنان برؤوسها القبيحة. حوار أعتقد أنه سيكون مثير للغاية مع ضيفي العزيز الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى. أهلا بيك. أهلا بيك دكتور نور. مستعد لهذا الحوار المثير؟ إن شاء الله. عنوانه الألم. لا ألم إن شاء الله. لا ألم. إذن نبدأ مع بعض بأولى فقرتنا. أبيض أسود أم رمادي؟ السؤال الأول سؤال أعتقد أنه غريب نسبيا، يعني سؤال فيه غرابة شوية. هل هناك مريض الآن يذهب أو يبحث عن الأجهزة أكثر من بحثه عن مهارة الطبيب؟ هل ده مريض موجود؟ وإذا كان المريض ده موجود وبيذهب إلى الأجهزة والتكنولوجيا، هل ده شيء محمود أم غير محمود؟ سؤال كده بقى مركب. وفي النهاية هل بحثه عن تكنولوجيا أكثر من بحثه عن طبيب، هل ده طريق أبيض أم أسود أم رمادي؟ لا، البحث عن طريق الأجهزة فقط دون الطبيب طبعا أسود. أسود طبعا. حتى مش رمادي؟ لا، هقول لك على حاجة. دلوقتي مثلا احنا هنتكلم على سي علاج العصب، تمام؟ علاج العصب بيتعمل بقاله سنين مع الناس الشاطرة فيه قوي، بتعمل بنسب نجاح عالية قوي، تمام؟ الأجهزة زي ما اتفقنا بتعمل لي أول حاجة وقت أقل، فتعب أقل، أكريسي أكتر، فنتائج أعلى. بنرفع نسب النجاح من 90 ل 95 ل 99، يعني بنرفع نسب النجاح بتاعتنا. لكن في الأساس، في الأساس حضرتك كدكتور لو ما بتعرفش تستخدم الأجهزة يبقى الأجهزة لا معنى لها. يبقى الأساس عندي إيه؟ الطبيب. الطبيب رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. الجهاز هو امتداد للطبيب، الجهاز نفسه اللي فكر فيه الطبيب لأنه محتاجه. ففي الآخر الطبيب لو مش بيعرف يشتغل على الجهاز ده كويس، أو ما تمرنش عليه كويس خلاص، أو مش دارس الـ 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 القسم أو التخصص اللي بيشتغل بيه الجهاز أصلا، مش هيستفيد بيه في حاجة. وهو موجود، موجود حالات كتير جدا فعلا بتدور على الجهاز، تجري تقولك بس المركز ده فيه أجهزة كتير. هي ماشي الأجهزة طبعا الحمد لله، احنا أول ناس جبنا كل الأجهزة، بس قبل ما تجيب الجهاز نمي الطبيب. عندك اللي هيشتغل على الجهاز هو الأهم. جهاز زي السيرك من غير دكتور محترف بيشتغل عليه ما يسويش، يعني ما يسويش البلاستيك اللي فيه، لأنه ما بيعملش حاجة. الجهاز في الآخر لازم بيصور بطريقة معينة وبتعمل عليه ديزاين بطريقة معينة، لازم تكون دارس. لو ما بتعرفش تستخدمه مش اي لازمه. كل جهاز الكون بيم جهاز عظيم جدا، لو ما بتعرفش تقرا ال 3 دي مش تفهم حاجه. ما هو 3 دي ده مش حاجه سهله، مش حاجه سهله انت تمسك تطلع منه كل الريبورتس وتطلع منه كل المشاكل. لا، الطبيب هو اللي بيطلع الحاجه، طلع الحاجات، والطبيب هو اللي بيشتغل بالجهاز، هو اللي بيطوعه في ايده. لكن الجهاز مش هو الاساس.
يعني يبقى سؤالي برضو، هل في نوعيه دي من المرضى موجود؟ طبعا، ما انا بقول لك ده موجود. ده جيل قديم ولا جيل حديث؟ يعني ده شباب ولا كبار؟ لا، ده جيل انا شايف اكتر منه الجيل القديم. الجيل القديم هم اللي بيدوروا على التكنولوجيا. اقول لك ليه؟ لان الجيل القديم معانا وتعب. اكتر ناس تعبت في سنين حياتها اللي فاتت دي. اللي هم جيل الناس اللي اتعالجت في السبعينات والثمانينات، اللي هم الناس دي التسعينات. الناس دي ما كانش فيه تكنولوجي كتير وتعبوا كتير، فبقى يعني طواق ان هو يشوف اي حاجه تريحه. فمن حقك، من حقك طبعا، وده موجود، الجهاز موجود على فكره. انا عايزينك بس ايه، وانت بتختار الجهاز اختار معاه الدكتور، اختار قبله الدكتور، يعني اختار الاثنين سوا، تخش الجهاز بس. برضو السؤال اللي جاي، هل يوجد نوعيه دي من المرضى؟ ده سؤال، واللي هقوله ده هل ده ابيض او اسود او رمادي؟ تمام. اشتراك مريض في الخطه العلاجيه. تمام. يعني مريض يحط مناخيره في الخطه العلاجيه، يقول مثلا للدكتور لا انا عايز اعمل كذا قبل كذا، او اعمل لي كذا وبلاش كذا. هل ده مريض موجود اولا او لا؟ اعتقد انه موجود وكثير، مش قليلين طبعا. بس هل الطريقه دي، هل تدخل المريض طبعا ابيض او اسود او رمادي؟ انا استبعد الابيض، بس انا محتار. انا بالنسبه لي اسود التدخل. اسود التدخل. لكن اشراكه في الخطه العلاجيه ده ابيض. اشراكه يعني ايه؟ اشراكه مش انا باخد رايه، اشراكه ان انا بفهمه. التفهيم هنا له دورين. الدور الاول ان هو يبدا يستوعب ليه احنا هنعمل الخطوه الفلانيه قبل الخطوه الفلانيه، ده مهم قوي. الحاجه الثانيه ده education. انت دورك كدكتور انك برضو تعلم الحاله. حالك انا ما ينفعش مثلا اعمل لك الكراون قبل علاج العصب علشان خاطر دي ترتيب معين. ما ينفعش اعمل لك تجميل وانت عندك التهاب في اللثه، لان بعد كده اللثه هتعمل مشاكل فتبوظ لك التركيبات. هنا انت بتشركه في الخطه العلاجيه، مش بتخليه يشترك معك. في فرق ما بين اشراكه يعني تعلمه وتعرفه، تقول له والله احنا هنعمل كذا قبل كذا، وهنا الدواعي الطبيه بتقول لا انا لازم اعمل علاج اللثه الاول، لا لازم اعمل علاج العصب الاول، لا هنا ممكن اعمل تقويم الاول، هنا يبقى فاهم الخطه العلاجيه ازاي. وفي نفس الوقت اشراكه في الخطه العلاجيه ده تعليم لي، لانه ممكن يبقى بعد كده وهو لما يروح لدكتور تاني يقول له كده، مجرد ان هو بقى فاهم هيبقى مريح للتعامل مع الطبيب الاخر. طب هذهب، يعني واضح بقى انك انت اللون الرمادي ما بتحبوش، يعني باين كده جدا، حتى في انا ما شفتلكش ابدا جرافات رمادي. يعني فالرمادي عندك في طب الاسنان مش موجود لغايه دلوقتي، حتى في الحلقات اللي فاتت كلها، الابيض يا اسود. يعني ساعات الرمادي بنستخدمه مع العيان اكتر، لان هو بيبقى سنه مظلوم او ما عندوش معلومات. لكن انت طبيب عندك معلومات وعندك يعني في حلقات كانت سودة خالص، في حلقات بيضة خالص. بالظبط. حتى لما حسب السؤال على فكره، ما هو السؤال لو اتسال بالعكس هيبقى اسود. يعني لو اتصاغ السؤال يعني اقصد اقول انت محدد، يعني الرمادي في مجال طب الاسنان مساحته ضئيله جدا. الطب البشري الرمادي لون موجود وقوي. احنا عندنا يعني فكره الابيض او الاسود هتحسها حتى في فكره ان احنا ليه بنعمل فريق بنسميه منتخب العالم لطب الاسنان. ليه؟ لانه مختار بدقه جدا، بيقعدوا مع بعض يتناقشوا في الحاله، هنعمل كذا وهنعمل كذا ده مش معناه ان نسبه النجاح 100%، مفيش حاجه في العالم نسبة نجاحها 100%، بس في حاجة إن أنت عملت اللي عليك 100%، ده المهم. إنك تعمل اللي عليك 100%. وصلني إن أنت عملت البروتوكول بتاعك 100%، الباقي بقى بتاع ربنا، أو حاجات مشاكل حصلت العين تسبب فيها. لكن ما تجيش تقول لي مشكلة أنا شايف إنها ميس دياجنوزس، خلاص دي غلط عندك، يعني دي مشكلة عندك، بتشتغل كل حاجة دي مشكلة عندك. بتشتغل من غير ما بتعمل زراعه من غير كومبين، ده مشكله عندك، يعني دي مشاكل انت بتقترفها. مش ما اقدرش اقول لك ان انت كده رمادي، لا حضرتك غلطان، اللي عمل كده غلطان. حضرتك بتكلم اللي عمل كده، انا ماليش دعوه بسعادتك يا فندم. انا راجل بشري. طيب هنذهب الى فقره يعني فقره الشبه قانونيه، او فقره فيها جو قانوني. تمام. فقره مثيره، وهي طبعا ما بين الاتهام والجنايه والبراءه. اعتقد برضو انت محدد فيها قوي، وان كان دي بالذات يمكن ساعات بتحط الانسان تحت طائله الاتهام. نذهب الى الفقره الثانيه. جاني متهم ام بريء؟ دي غير الالوان، يعني الالوان انت محدد فيها الى حد كبير. هنا الطبيب الذي يقوم بعلاج عصب بدون تنظيف لقنوات العصب،
انا ما اعرفش مين اللي هيمسكه بهذا الجرم، مين اللي هيعرف انه ما عملش كده، بس هتعرف ولا مش هتعرف؟ هار. هتعرف. انا هار. هل ده متهم ام جاني بريء؟ طبعا جاني. طبعا طبعا جاني. في حاجه اساسا فكره علاج العصب مبنيه على التنظيف الكامل لقنوات العصب. تعرف منين؟ مثلا كيس جايه اتصورت كون بيم وسايب كنال كامله، يعني مثلا احنا عندنا ودي حاجه بقى موجوده جدا، كل الناس معظم الدكاتره تعتقد ما عدا طبعا الاخصائيين في علاج العصب واللي شغال علاج عصب كتير، يعتقدوا ان الاسنان الاماميه السفليه معظم يعني انها قناه واحده. على فكره حالات كتير قوي بيبقى فيها قناتين، هو لقى قناه فاشتغل فيها وخلص خلاص. احيانا بيبقى كتير بيبقى فيها قناتين، السنان هو متخيل ان السنان عشان صغيره ورفيعه فهي خلاص فيها قناه واحده، لا، الاسنان الاماميه السفليه احيانا كتير جدا بيبقى فيها قناتين. مين اللي كان يحميني انه من هذا المعتقد؟ يحميك ايه؟ يحميك يعني مين التكنولوجيا اللي ممكن تحميه من الغلطه دي؟ 3D. 3D. 3D بتبص انت شايف قناتين قدامك وشايفهم هم كمان قناتين فاتحين مع بعض من الاول وقافلين لتحت، ولا هم اتنين في واحد، يعني انت قدامك خريطه شايفها بعين حياتك. الكون بيم، الاشعه ثلاثيه الابعاد، خلاص خلتك بتشوف، ما بقتش تستميت شيء، ما فيش حاجه انت بتتخيلها، حاجة انت شايف قنوات بتشتغل عليها. تاني حاجه لازم تكون فاهم كونسبت علاج العصب ايه. علاج العصب هو ازاله كل الانسجه الحيه او الميته في القناه بالكامل، وبعد كده تطهير القناه، وبعد كده بتطهر ببروتوكول معين، الريجيشن يعني بغسول معين، وبعد كده بنقفلها بالحشوات اللي هي ايه؟ الثلاثيه الابعاد، حشو علاج العصب ثلاثي الابعاد اللي هو الانجكشن. تمام؟ كده انت عملت سيل، يعني انت ازلت كل النسيج، طهرت القناه، وتطهير القناه ده مهم جدا جدا، يعني مش ازاله النسيج بس كويس، هيك وانت بتشيل النسيج انت بتدخل بكتيريا جوه الكنال وبتدخل بكتيريا تحت الكنال، لا، بعد ما بتزيل وتتاكد من ازاله قنوات الانسجه في قنوات علاج العصب بالكامل انت بتطهرها، وبنطهرها هنا عندنا البروتوكول العادي، وبنستعين معاه احيانا بالليزر وده موجود معانا. تمام؟ وبعديها السيل، السيل يعني انت ما بتديش فرصه بقى ان يبقى فيه فويدز او تسيب اي حاجات بكتيريا تعيش فيها، ما هو البكتيريا بتعيش في اماكن، انت حك لما بتقفل قنوات العصب بالكامل مش هتلاقي البكتيريا مكان تعيش فيها، تعيش فين؟ مش لاقي مكان تعيش فيه، فانت يبقى انت كده عملت علاج عصب ناجح. ما بتعملش البروتوكول ده يبقى انت حك بتعمل علاج عصب اصلا غلط. فلما ما بيعملش كده جاني. اوكي هنسحب. اذا برضو كنت حاكم بالجنايه على كل اسئلتك. كل اسئلتك. الفقره الثالثه. وشك ام يقين؟ السؤال الجاي مهم جدا. عندما يتحدث البعض عن الاشعه المقطعيه وعلاجها وعلاقتها بعلاج الجذور، تمام، ويقول انه لا مش لازم يتعمل اشعه مقطعيه قبل علاج الجذور، ليه يعني؟ هل هذا الحوار او هذه الجمله شك او وهم او يقين؟ لا، وهم طبعا. وهم؟ طبعا. خلاص هيك عندك، بقول لك عندك الجهاز اللي هيوريك عندك كام كانال، انت عشت طول عمرك بتشتغل في ضرس فيه مثلا خمسه كانال بتقفل لي منهم ثلاثه، ومتخيل ان انت كده شاطر. تمام؟ ويجي بعد كده الكيست تبوظ ونفاجئ ان في قنوات ما اتعملتش، ما هيك عندك الـ الصوره اللي هتوريك في كام كانال، بتستغنى عنها ليه؟ يعني ايه الفكره؟ ما ربنا اداك حاجه يعني تساعدك، استعملها على طول طبعا. فلا لازم يعني مهمه جدا 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 جدا. كان حوارنا واضح فعلا فيه ان انت ما عندكش الطريق الثالث، ما فيش البديل الثالث، يعني هو لا ابيض لا اسود. لا وهم يا يقين، لا جاني لا بريء. طيب. المتهم عندك غير موجود. والرمادي لا تحبزه. واضح كمان ان الشكوك عندكم في طب الاسنان ما بقاش ليها مكان، قليله، فما بقتش قليله، ده انا ما فيش ولا شك. تقريبا. تقريبا. لكن اعتقد في لقاءاتنا القادمه سيكون الكثير جدا من الاطروحات موجوده في هذه الحوارات المثيره للغايه. نورتنا. شرفت بيك يا دكتور. وكالعاده طب الاسنان مثير جدا، ويبدو ان التكنولوجيا رغم قوتها ورغم صعودها المذهل في الفتره الماضيه الا انه أثارت جدا، رغم أن مستخدمي التكنولوجيا هم نفسهم الذين تحمسوا لها جدا
لأنهم الآن هم نفسهم الذين يقولون أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد مهارة الطبيب، ولكن وعندما يقولون ذلك يدافعون عنها باستماتة واضحة، استماتة الفاهم لدورها ولقيمتها ولإجادتها ولعلو نسب النجاح المرتبطة بها، ولكن أيضا الفاهم جدا، لأنه كل ده بدون مهارة طبيب يساوي السيارة الفراري بدون قائد ماهر. خليكم دائما معنا سهر. حد يخطر في باله ان واحد يدخن ممكن يجيله شلل في رجليه؟